معنا من باريس اختصاص الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي الدكتور أنطوان أشقر. صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم. في البداية إيش رأيك في هذا التقرير؟ يعني ما حقيقة زيادة حالات الحساسية مع التغير المناخي؟ هل التغير المناخي فعلا يؤثر علينا بشكل مباشر بهذه الطريقة؟ صباح الخير. طبعا ارتفاع الحرارة بتزيد من تكاثر الزهور والأشجار والغبار الغبار بنسميه نحن البولن بالإنجليزي أو بالفرنسي، هو السبب الرئيسي لأعراض الحساسية. هناك شقين: الشق المتعلق بالتلوث وازدياد ثاني أكسيد الكربون بفصل الصيف، الحرارة وتعطيل الرياح، عندما يكون هناك حرارة قوية وعدم رياح تستقر هذه المواد في الغلافات الجوية مما تؤثر سلبا على عوارض التنفس. لذلك ننصح الذين لديهم عوارض مثل الربو أو ضيق تنفس مزمن عدم الخروج في مثلا في النهار عند الشمس القوية وانتظار غياب الشمس للخروج حتى لا يتأثر جهازهم التنفسي. أما الغبار الناتج من الربيع من ازدياد الحرارة وتكاثر الأشجار والزهور يسبب حساسية قوية إن كانت للعيون للأنف أو حتى قد يكون يسبب مضاعفات للذين لديهم ربو سكوندري على هذه الحساسية. وهنا علينا نصحهم أو الابتعاد أو الكمامة، وخاصة الحفاظ والاستمرار بالعلاج الوقائي. طيب يعني دكتور احنا ما صدقنا ننزع الكمامة حاليا بعد ما قالوا لنا خلاص يعني كورونا بدأت بالتلاشي شيئا فشيئا، بس الآن عندنا صيف، عندنا كمامات، عندنا حرارة طقس، وعندنا تغير الجو، يعني تغير الفصول أصلا ممكن يصيب الجهاز التنفسي ببعض المشاكل. كيف يتم تشخيص الحساسية على أنها فعلا حساسية يمكن أن تستمر طوال فترة الصيف إذا كان الشخص يعاني من سعال مثلا؟ هذه تسمى حساسية موسمية، تأتي فقط في فصل الربيع أو فصل الصيف وتختفي أو تخف في فصل الشتاء. يعني عندما نتنشق هذا الغبار وأنا عندي حساسية أتضايق بالفعل. يعني نحن نشوف المرضى بشكل موسمي عندما يبدأ فصل الربيع أو فصل الصيف ينتشر هذا الغبار، يأتون لأنهم بدأوا بالبكاء أو بالنزيف الأنفي أو بالسعال أو بازدياد حالات الربو. يمكن محاربتها ليس فقط بالكمامة، أنا أقول الكمامة لأن الكمامة تمنعني من استنشاق هذا الغبار، ولكن هناك أدوية وقائية ننصح المرضى قبل أو عند بداية فصل الربيع أو الصيف أخذها بشكل مستمر لثلاثة أو ستة أشهر حسب الدول وحسب الطقس لتجنبهم هذا الإزعاج أو الابتعاد. مثلا إذا أنا عندي زهور وأشجار كثيرة بجنينتي ما ضروري أقرب من خارف فوق الشجرة أو الزهرة من شان أتنشق عطرها. هنا أتضايق جدا. يعني عندما يعرف الشخص ليس فقط المريض أنه لديه حساسية عند هذا النوع من الغبار، أفضل وسيلة هو الابتعاد عنه مسافة لا يستطيع تنشق هذا الغبار حتى لا يتعرض لهذه الأمراض الحساسية. طيب دكتور بالنسبة لمن يعانون أمراض تنفسية، أمراض صدرية أو اللي يعانوا من الربو، هل بيكون التأثير أسوأ عليهم؟ طبعا خاصة إذا الربو كان مصدر الحساسية، هناك عوارض تتضاعف عند انتشار هذا الغبار البوليني. يعني بمعنى أنه حتى مرضى الربو ننصحهم مثلا بعدم الخروج بطاقة الشمس أو عندما تكون الحرارة مرتفعة أو عندما يكون هناك رياح تنقل الغبار من الأشجار أو الزهور إلى الفضاء ويتنشقه. دكتور باختصار الحلول يا دكتور باختصار إيش ممكن نعمل؟
هناك أدوية وقائية خاصة عند الذين لديهم حساسية قوية أن يستعملوها حتى يعيشوا بشكل طبيعي. أدوية للحساسية وفي أدوية للوقاية صح مثل ما ذكرت؟ نعم في أدوية للوقاية تمنع أو تخفف من عوارض الحساسية في عند المواسم المعينة. يعني إن شاء الله يكون اللي يعاني من الحساسية خصوصا في هذا الموسم يكون يعني وجد جواب في هذه الفقرة. شكرا جزيلا لك من باريس اختصاصي الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي الدكتور أنطوان أشقر. يعطيك ألف عافية دكتور.